الأسرة من الجزائر. الحمد لله ملي شفت مسكينة الثمرة قالو علاش بكات؟ قالت لك أنا بغيت محشمات، خرجت مبقاتش تكلم، قالت لك أنا بغيت نتعالج ولكن معنديش دراهم. هي من فرنسا عطل عليها قالت لك بغيت نسالي كل شيء، الزواج طلقها تعطي الولادة. كما قلت لكم الناس يشوفوا الثمرة بفضل الله، قال لك جيتنا للرقات، ماشي منيش لنا انك مشغول مشغول عند رقات، ماشي كان ما كنسميش، ولكن ما كانش الثمرة، ما كانش النتيجة. يستخف بيهم يضحك عليهم، يعني وقت قصير، يعني خاص وقت طويل. طيب قلت ان لما جاو كيمشيو عند رقات، فالرقات يعني كيعملوا لهم رقية قصيرة، هذا يحتاج الى رقية طويلة. ثم العلم بنقاط الشيطان، هذا كافر ملحد مجرم خبيث، تلقى يقول كلام خطير وقوي وتعاني معه سنين طويلة، لا أقول عام العامين 33 سنة هو يتحدث في الطغيان. يعني الأمر ليس سهلا. الآن لما أنا أقرأ عليه البقرة ويتحدى آية الرحمن، اسمعوا جيدا، كنت أنا في مع أني مشكلة في الصوت، كنت مقرر أن كل البقرة مع الصفات وصور، لأني أعرف أن أصلي أنه شيطان ساحر حتى أخلص يعني قوة السحر التي عنده، ثم آتي إلى آية الحق والعذاب. لكن الإشكال الحمد لله في أخير، فقلت أنا ما دمت مريض وبدأت في البقرة ما استطعت فأسلك سبل أخرى، لأن لا بد للمحارب أسلحة، فتكون لك أدوات كثيرة جدا تستعين بها بعض الله عز وجل. فعملت زيت بفضل الله سبحانه وتعالى، نعلم تأثيره على الشيطان، فقط هذا الزيت انظر أنا فقط كنت أضعه له هكذا فقط على منديل وهكذا لا أتحرك. ثم فجأة يقول لك من لماذا نادت عليهم أتوا، من هؤلاء، من يرى ما لا نرى، ثم يده وهكذا كأنه أحد يساعدنا في ربط يده، والله العظيم، وأخوها هشام كأن أحد يساعدنا في ربط يده، أصبح لا يستطيع أن يحركها، نحن وهو يصرخ لا تنادي عليهم لا تفعل كذا، وقبلك يقول جنودي أمام الباب ما استطاعوا يدخلوا، ماذا صنعت، من يعني حراس، وكانوا يطلسم أو يتلعثم بالكلمات. يعني بعد هذا بدأ يصرخ، بدأ يبكي، بدأ يئن، تعذب أشواء أحرق كذا، كلام كله سميتموه على المباشر. في النهاية لما خلاص مات بالعذاب، تخرب بالعذاب، ضرب رأسه مع الأرض، كان هي على الأرض، يرفع رأسه بالقوة ويضرب، يرفع ويضرب، يرفع ويضرب، لماذا؟ ثم أيقظها، فلما يعني فقت السيدة تشعر بالموت، حرق في الدم، في العظام، في المفاصل، في جسد كله، لأنه كان هو يحرق. فأصبحت هي لما استيقظت تشعر بذلك العذاب. إذا بعد هذا يؤخذ، لابد أن يؤخذ إلى رقية تكون قوية ومطولة، ويرى العذاب مرة أخرى والعذاب مرة ثانية، ليعلم أن الله حق، إما أن يسلم وإما أن يخرج حتى تتحرر هذه السيدة. ماذا يحتاج هذا؟ ما تقولي 7 دقائق، ما تقولي 10 دقائق، ما تقولي ربع ساعة، خاص وقت طويل. وما تقولي رقية ديال بشوية بقوة، وتكون عندك في يدك أساليب حتى تلزم هذا الشيطان من الخروج. لذلك أقول لك من يتكلم لا بد أن يأتي إلى المحك، إلى الميدان، لا بد أن يأتي إلى الميدان صراحة. هذه قصة ما سمعتم من الأول إلا خير، ولو أنك تعالج واحدة في اليوم ما يهمكش، أنت عندك 6 7 8 الناس قال لك يجي واحد نعم ربيع نفس الشيء، كون على يقين كلهم حالة مستعصية، ذهبوا ما غاديش البيي والطيارة والأوتيل والتمجاي، باغي جاي إلا وبعد ما يأس، كنقولها وكنعاودها بعد ما مل. وأنا معكم في المباشر مع كل حالة، وتسمعوا قصتها ومعاناتها وكيف تكون الرقية وكيف وكيف وكيف. الرجل التاجر في السيارات الجزائري الذي نقلت لكم رقيته قبل يومين شفي بفضل الله تعالى، وسجلت معه في الصباح، سجلت دون مباشر، وسأضعه إن شاء الله اليوم بالليل على القناة. كانت رؤى وكانت وقائع في حقيقية، حصلت معه في الرقية وبعض الرقية وتأكدنا من الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا كل يوم عندنا حقائق، والله
يعني المشكل الان كنحس بالتعب والاوتار الحمل الصوتي يعني مشكل، لكن نطلب الله تعالى. انا بين امامي مجموعه من الادويه ولكن لا تجدين في حد، لان العلاج لابد ان ياخذ الدواء مع الراحه. ما تاخذش الدواء وانت لازم تعطي قوه على الحنجره ولا الصوت، صعب. 12 ساعه في اليوم بقوه صعبه جدا، فلا بد ان الصوت ياخذ راحه. لكن والله ماشي مساله الراحه، يعني ربما البعض يفكر انني خدام من اجل الدراهم والمال. انا لو كنت باغي واحد يغطي هادو كامل وخدم مع ساعتين ثلاثه ومشي الناس، ولكن مساعدة الناس فهموها ولا ما تفهموهاش، او يعرف الناس فاهمين. ولكن البعض لو ان من هادو كاملين كاين اللي مستعد ما يقول لك تفرغ لي خلاص، تسالي تمشي النادي، تسالي تمشي ترتاح، تمشي الدور، تمشي كذا، ولكن انجز هذا الشيء كامل ما يساويش التفرغ الواحد. ولكن حتى نبقى في مساعدة الناس بفضل الله تعالى. الجزائريين كيتصلوا بواحد الشكل غريب جدا، عندك السعودية والامارات والجزائر، هذو ثلاثه الدول. اما اوروبا حالهم معروف. انا كنقول الجزائر والدول السعوديه والامارات يعني اتصالات لا تتوقف، خصوصا في جوال بشكل غريب جدا. اما اوروبا فكل الدول يعني الناس تتابع وتريد العلاج. لكن اش غادي دير؟ انا عبد واحد، انا اللي كندير على راسي، اما كاينين الناس كتكلم على اللي باغيني انا واحد، يعني عند كاينين ضغط، كاين الناس. فنطلب الله تعالى الشفاء، ونطلب الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه.